مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر والخاص. هنا معنا مجموعه من الفنانين والموسيقيين الذين يشتغلون في القطاع السياحي، وحينما نتحدث عن القطاع السياحي فنخص بالذكر الفنادق وايضا بعض فكما كتعرفوا جميعا أرخت بدلالها على مجموعة من القطاعات وأيضا تضررت شريحة كبيرة من المجتمع، وأيضا هناك هذه الشريحة الخاصة التي تشتغل في هذا القطاع، واليوم جاءوا من أجل التحدث بإسهاب حول المعاناة وأيضا مجموعة من الأضرار التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، خاصة وأنهم متوقفون عن العمل لأزيد من 6 أشهر، وأيضا قاموا بإصدار ربما أو العمل على إنتاج أغنية تتحدث عن أحوالهم الاجتماعية وأيضا الاقتصادية تحت عنوان نطلب الله يعفو علينا. ونترك الكلمة لأحد أعضاء هذه المجموعة إن صح التعبير ديال الفنانين هنا بقلب العاصمة السوسية. تفضل. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم القناة ديال شوف تي في. الإخوان الفنانين حاضرين معنا كاملين كل واحد باسمه. معكم ربيع حركاتي، عازف ومغني، عندي استوديو. الإخوان كاملين راه مغنيين معنا، فكينوبوا هما أقلية كتنوب على أغلبية ديال الفنانة. أنا اليوم معانات ديالنا على الرأي العام، ونفرقوا شي حوايج باش الناس كاملين يحسوا بالمعانات ديالنا. وكبادي بدء، كما كنعرفوا في كل انترفيو او لا في الاول ديالو او الاخر ديالو، الناس كتطلب ديما، لان هذا كنعتبروه مرض او وباء من عند الله سبحانه وتعالى. حنا كمسلمين قبل ما نكونوا فنانين، يعني حنا كنرضاو بالقضاء خيره وشره، العتاب ديالنا غادي يكون على سوء التسيير او بعض القرارات اللي ما كانتش حكيمه. وحنا هذيك يا ربي ترفع علينا هذا الوباء، حنا كفنانة صغناها بواحد الفكرة بسيطة ومتواضعة جدا، وكانت وليدة اللحظة، يعني ما فكرناش فيها او درسناها. يعني دابا فاش خرجت واحد 3 المقاطع او لجوج كتبناهم في عجلة ويوصلوا الدعاء ديالنا لله سبحانه وتعالى. غادي ناخذ هذه الرقم، هذه بيتي من دارها، 1 2 3. طلب الله يعفو علينا، طلب الله شوف حالنا، طلب الله يعفو علينا، طلب الله يشوف حالنا. هذا امتحان من عند الله، يختبر كورونا والحق سبحانه، كورونا امتحان او من عند الله، يختبر قلوبنا والحق سبحانه، كل شي يفوت بجهد الله، وخيا الخوف والحق سبحانه، كل شي يفوت بجهد الله، ويا الخوف والحق سبحانه. طلب الله يعفو علينا، امتحان من عند الله، صبر قلوبنا والحق سبحانه، كورونا امتحان من عند الله، يختبر قلوبنا والحق سبحانه، كل شي يفوت بجد الله، وهي الخوف والحق سبحانه، كل شي يفوت بجهد الله، وهي الخوف والحق سبحانه. طلب الله يعفو علينا، طلب الله شوف حالنا، طلب الله يعفو علينا،
شوف هنا طلق الله يعفو علينا طلب الله يشوف حالتنا سبراهيم تفضل ميكرو ميكرو شوف بسم الله شكرا حاجه كنبغي نشكركم نبغي نشكر هذا المنظر الاعلامي اللي هو شوف تي في اللي منح لينا فرصه باش نهضروا ونقولوا داكشي حنا كما تجمعوا الاخوان كما كنعرفوا الموسيقيين اللي كيخدموا في القطاع السياحي في مدينة أكادير واللي كيخدموا في الحفلات وكاع جميع الحرف اللي كتكون معنا بحال مثلا الدقيقية النقافات وكلهم إخواني أخواتي مغاربة راه هاد الفئة راه وصلت واحد النيفو اللي ما باقينش مازال فين غنزيدو كارثي بكل المقاييس. علاش ملي كنهضروا كيقول لنا واش حنا مهيكلين ولا مهيكلين؟ انا الشريحه اللي كتخدم واحد الشريحه كبيره ناس خدامين واصلا خدامين القوت اليومي ديالهم الرزق اليومي وجات كورونا حتى حنا راه مشينا وجلسنا من شهر 3 دابا كنقول لكم الخوت من نهار 3 الاخوان راه ما خدموش راه ملي كتقول ما كتخدمش يعني انت غير كتخرج ما كتدخلش والاخوان باعوا الالات ديالهم باعوهم هما الاولين بداو بهم كملوا الالات كملوا الايديات كملوا ولكن راه 8 شهور راه لا يعقل راه كاين بعض الحالات الاخوان الاخوات راه يبكي بنادم يشوفهم راه كاين بعض الحالات اللي الناس اللي تشردوا كاين بعض الحالات الناس اللي تشردوا كاينين الناس اللي مراض في السبيطار ما قدروش مسكين تصوروا الاخوان ولا الانسان 100 درهم كتجي صعيبه. علاش؟ لان كل شيء شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 جلسنا الكونفينمون هي ماشي مشكل عطينا الحكومه جلسنا حنا جلسنا ولكن داز 3 شهور جميع القطاعات حركوا شويه ماشي شويه حركه كل شيء داروا لهم الحل كل شيء البيع والشراء الناس اللي خدموا المهم داروا حل ولو ترقيعي المهم كيس الا هاد الفئه اللي بقات لحد الان ما عرفناش تقصات مقصيه تماما 8 ديال المليون ديال الفنانه اللي كاينين ما بين 8 ديال المليون كما كيقولوا الاخوان 8 ديال المليون كنهضروا في المغرب انا الحبيب من طنجه للقويره 8 ديال المليون الناس اللي كاينين الناس وصلوا الطلاق كاينين الناس وصلوا واحد الحاله نفسيه انتحار اللي قادر دابا انه راه ما يمكنش هذا الشيء معروف وانتم راكم كتعرفوا الاخوان راه تقريبا كل شيء راه كيعرف الموسيقيه لي ميوزيسيان راه وصلوا واحد الحاله كارثيه لذلك ملي كنمشيو ملي كيمشيو الاخوان ونظموا يكونوا داروا مراسلات ملي كيمشيو عند الجهات المعنيه والمسؤولين باش يشوفوا لهم حل كيقول لهم قطاع غير مهيكل هو فعلا راه قطاع غير مهيكل ولكن راه حنا مغاربه واش غتقصيونا؟ يعني درنا وليدات والناس داروا وليداتهم وليداتهم كيقراوا وما خصناش واحد الفئه اللي هي كبيره فكنتمنى وكنناشدوا بان خصنا شي حل اللي هو اني ومستعجل لان هذه الفئه راه ما بقى مازال فين غادي تزيد راه وصلت واحد الحضيض وكنتمنى ان هذا الميساج يوصل للحكومه وهذاك الوزير اللي كنقول انا وهذاك الوزير اللي كنسمي وزير اللي غيحل لنا المشاكل ديالنا السيد الوزير ملي كتدخل لدار وكتحل الثلاجه ديالك وكتلقى عامره وفيها الحليب وفيها الديسير وفيها الخضره راه كاينين الناس وات راه ما بقى مسؤوليه ديال هيكل كما نقولوا الاخوان هما يهيكلوا الدوله عندها وسائل باش تهيكل بحالنا بحال بقيه الناس نخدموا كاينين لي بروتوكول سانيتير تانا نديروهم ونحتار
حتى الا غادي تقول لنا وزاره الصحه، ولكن على الاقل نخدموا على الاقل شويه، ماشي كنقولوا يعني اللي ميجيسيان عارفين بان في ديال الظروف، ولكن على الاقل هذيك يلقى وليداتو ما ياكلوا. السيد الوزير ملي كتدخل وكتلقى ثلاجتك عامره، فكر واحد القضيه بان كاين واحد في المغرب اللي انت مسؤول عليها، السيد المسؤول والسيد الوزير اللي راه ما عندهمش ما ياكلوا، فكر فيهم. وكنتمنى هذا الميساج يوصل للمسؤولين، وكنتمنى ان يتوضع لهذ المزاله، لان راه الاخوان راه ما بقى لهم الا الانتحار، وربما ينتحروا جماعيا، لان ملي كتجي وكتدخل ولدك اشنو ذنبه ولا بنتك اشنو ذنبه؟ ما ذنبهم حتى شي حاجه، حتى هما راه وليدات بغاوك وبغا يفتخروا بباباهم، ولكن باباهم ملي ما كيجيب لهم القوت اليومي راه والحليب وليكوش، راه هادشي راه ودوا. وكنقول لكم الاخوان غير البارح واحد الحاله، السيده مسكينه دارت عمليه يداوي الجرح باش يخدوا الدواء، شحال 800 درهم ما لقاهاش. اش غير استنجد غريق بغريق، والله الاخوان اخوتي الا جمعوا ليه ب 10 درهم 50 درهم كل واحد باش مشى خد داك الدواء لهذيك المراه ديالو. كنتمنى الله الميساج يوصل بعجاله، وتبارك الله عليكم مره اخرى. وكنترك طبعا كاين واحد السيد الاخر شي تدخل. شكرا الاخ ابراهيم على التدخل ديالك، ومن هذا المنبر هذا كنبغي نحيي قناه شوف تي في على هذا الاتصال اللي تحت لينا باش نهضروا ونعبروا على يعني على يعيشوها واللي كيعيشها الموسيقى بصفه عامه والفنان بصفه عامه في المغرب. من هذا المنبر هذا كنبغي نشد المسؤولين انه راه الموسيقي راه وصلت فيه لواحد الدرجه لا تطاق، يعني راه اللي غادي ينتحر راه انتحر، اللي غادي يموت بالجوع راه يموت بالجوع، اللي وليداتو اللي حاله الطلاق لا تحصى ولا تعد. ولهذا هذا المنبر هذا كنشد المسؤولين انهم يشوفوا شي حل لهاد الشريحه الاجتماعيه اللي كتضم واحد العدد لا يستهان به من المواطنين. حنا راه مواطنين مغاربه قبل ان نكون موسيقيين، حنا احرار. ولهذا اناشد صاحب الجلاله القائد الاعلى للبلاد شوف لنا شي حل لهاد الشريحه الاجتماعيه، لان راه بلغ السيل وراه كنحملكم المسؤوليه على هذا الشيء اللي غادي يوقع، راه حنا عينا ما نصبروا. نشدوا المسؤولين ولا من يجيب. الله يجازيكم بخير والله يخليكم. انه تكون شي 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 شي, شي حال اكثر من هذه. ولهذا من هذا المنبر هذا وكنشكر القناه شوف تي في انهم يلقوا لنا شي حل، ولو حل ترقيعي كما لقيتوا جميع القطاعات. واش بغيتوا اكثر من هذا الشيء؟ راه حنا صافي راه وصلت فينا اكثر من العظم. الله يجازيكم بخير وناشد المسؤولين والمنتخبون وجميع الجهات المسؤوله انها تشوف شي حل لهذ الشريحه الاجتماعيه اللي كما قلت لكم راه كتضم واحد 8 المليون ديال المواطنين. وهذ الشريحه هذه راه متضرره بمعنى الكلمه، وفعاله في القطاع السياحي، وتضم جميع القطاعات تقريبا راه كيشتغلوا تحت لواء هذ القطاع هذا ديال الموسيقى. ولهذا الله يجازيكم بخير، وكنطلب منكم من هذا المنبر هذا بانكم تلقاو شي حل لهذ الشريحه الاجتماعيه. راه حنا راه ما بقينا فينا ما يصبر، وراه كنحملكم المسؤوليه فينا ما يصبر. اي حاجه راه ممكن غادي تنتظروها منا من هذا المنبر هذا. والسلام عليكم، وكنبغي نشكر وناشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله يخلي ليه لينا والله يطول في عمره ويلقى لنا شي حل. وشكرا لقناه شوف تي في على الاستضافه ديالنا، وشكرا لكم وتحيه لكم جميعا.
عندك شي حاجه بتزيدها؟ تقدر تزيد شي حاجه صافي يا يعقوب ما دخلتيش في دير اخويا يعقوب بعجالة بعجالة تحية موسيقية وتحية للمواطنات وتحية نقولها بكل روح رياضية المسؤولين اللي وصلوا لهذه الحالة هذه. واش كيستحقوا التحية مني ولا لا؟ راه ما كتستحقوش مني التحية. لماذا؟ لأنه 8 شهور شتي الجبل المواطنين المغاربة الطريقة هذه في الكلام وهي تبسيط الأمور وبالقوافي. الجبل إلا مشى كان خدام معنا في هذا الدومين الجبل جبال أطلس إلا كانوا خدامين معنا في هذا الدومين هذا وقعدتي الجبل 8 غي تفرتت وغادي يولي تراب وما جبل وما أدراك ما الجبل. وتجي عند إنسان ضعيف والإنسان مواطن وعنده حقوق دستورية وعنده حقوق في الشغل في الحياة في الصحة في التعليم وفي السكن. راه فينا هاد الموسيقيين فئة كبيرة في المجتمع. راه فينا غنذكر واحد النقطة ما ذكرهاش الإخوان وهو فينا حملات شهادة عليا دكاترة أصحاب ماستر أصحاب ماجستير أصحاب إجازة أصحاب دبلومات ديال معاهد عليا وما وفرتوش ليهم الشغل ديالهم رغم أنه كاين في الدستور. مشاو عانوا الأمرين عاوتاني في الأول عانوا واحد المر ديال أنهم يشدوا ديك الشهادة ما درتو معاهم والو ماشي مشكلة سيدي حنا ما غاديش نخرجوا ما غاديش نتظاهروا ما غاديش نكا حنا غادي نساعدوا من ناحيتنا كلنا جنود مجندة وراء صاحب الله باش غنساعدوا من ناحيتنا اننا غادي نمشيو ونتمرنوا على مسألة أخرى ونديروا حاجة أخرى باش نلقوت اليوم الكرامة ديالي للحياة بل فقط للعيش. مشينا وتدربنا سنوات وسنوات ودخلنا في هذا القطاع وخدمنا فيه سنوات وتزوجنا منه انا كنضرب اسم الجميع وقرينا فيه وليدات وفي الاخر ما درتي لي حل في القطاع العام ما درتي لي حل في القطاع الخاص وسديتي عليا الحل اللي درتو انايا وجاهدت فيه. عيب وعار عليكم وحق الله الى عيب وعار عليكم وانا بلاصتك المسؤول انا والله العظيم حتى نحشم بلاصتك انا ما غاديش نهضر معاك لا انت الاستاذ العثماني الطبيب النفسي راك طبيب نفسي الاستاذ العثماني يعني راك تعرف هذه الازمه هذه النفسيه اللي غادي نوصل ليها من جراء اننا قاعدين بالعمل راه صافي راه مشى بكل صراحه اخواني المواطنين والمواطنات راك تمشى في الزنقه وليتي كتحسد داك المش اللي غادي في الزنقه ولات عنده كرامه عليك باقي الارض وهذه عطي شويه الماء وهذا الجار يعطي شويه الماكله حنا اش غادي حنا اش بغيتو بغيتونا نطلبو راه ما عندناش داك الوجه هو ضد الناس اللي كيطلبوا اللهم اطلب ولا تشفر ولا تخون ولا تكذب ولا تنافق ولكن حتى دابا الا بغيتي تطلب راكم الجوامع سادينهم حتى الا بغيتي تمشي تطلب قدام الجامع راك سديتيه راه عيب وعار هادشي كثيره وكثير ما يتقال ولكن بغيت نخلي الفرصه للاخوان شدوا حتى الوقت ديال القناه بزاف وكنتمناو كناشدوا انا كناشد صاحب الجلاله كنطلب من صاحب يشوف لنا شي حل الله يرحم بها الوالدين والله يطول لك في عمرك يشوف لنا شي حل لهذه الشريحه الكبيره ديال المجتمع كنطالب صاحب الجلاله كنطلبوا ولكن المسؤولين كنأمركم بحق الدستوري كنأمركم ان ماشي السكينه وصلت بس اللي دخل العظم والله يجعل البركه حشموا شي شويه هو وراعيو راكم في محل مسؤوليه كتخلص واحد كذا انت كتخلص 7 مليون انا بغيتك تخلص نتوما هنا باش ديروا لنا حلول لهذا الميدان ديالنا ماشي نتوما هنا باش تبقاو تشكاو لينا لا حقه لا بلاتي لا هذه لا طلش. عندك واحد الفتره ديال عده سنوات معينه باش دير حلول خاصك ديك الاجره اللي كتشدها خاصك تحللها ماشي تقعد ليا تماك بصحتك اسيدي ولكن دير الحل
ترحم بها الوالدين. واش انا بغيتي كتسنى مني انا يا فنان نعطيك حلول؟ راه ممكن تقعد معايا والحلول كاينه وعده موجوده الحلول. والطمة الكبرى والمصيبة الأكبر من الطمة الكبرى وهو علاش ما عطيتونا حتى شي جواب منطقي؟ علاش تحذيرية نحط المواطنين في الجو العام مؤسس محل الإخوان بعجلة، نحط المواطنين في الجو العام ديال الموسيقي والجو العام ديال النقافة والجو العام ديال التصوير كنهضر عليهم كاملين وكنحط لكم في الجو العام ديال الموسيقي. الموسيقي هما تفتحوا المطاعم هادي راه تقولها الهبيل غادي يدير غادي يولي عنده عقله مع احتراماتي للهبيل قبل ما يكون هبيل راه انسان. تقولها الهبيل اشنو هي؟ هو انه كيفاش مطعم درتو ليه اجراءات احترازيه انه تكون الطاقه الاستيعابيه كان كيهز 100% وليتي يا سيدي كتقول ليه 70% شويه قلتي 100% ما محل موسيقي من داك المطعم؟ واش الموسيقي ماشي قاعد في بلاصتو كيغني ولا اللي كيعزف ولا اضافه نوعيه يعني حتى هو بشر بحالو بحال دوك الكليان اللي قاعدين تماك في المطعم. الا كنتو غتسدوا على الموسيقي وما يدخلش للمطعم يخدم فيه ولا الملهى ويخدم فيه ولا العرس يخدم فيه. انكم خصكم تسدوا على كل شيء بار راه كنحمل الدوله حتى المستثمرين الاجانب منهم مشارقة منهم مغاربة منهم أوروبيين اللي استثمروا وكنهضر بصفة عامة ولكن خصوصا في مدينة أكادير كنعرف ناس اللي عانوا من هذه المسألة هذه. يعني الزبناء الكرام اللي كيجيو لعندنا القطاع السياحي راه ما كيبدلاوش كيجيو علاش؟ أين هو جو الفرح؟ أنا كلها هو استسمح بنادم السيمانة دقيقة مين با دقيقة بنادم السيمانة كلها هو في المشاكل وحنا عارفين المشاكل ديال أغلبية الشعب المغربي فقط العيش وليس الحياة. الكرا ما ضو هذا الشيء واش مازال ما غنفوتوش هذا الشيء؟ وملي يبغي واحد المتنفس اخوان ليه بأنه يجي ويسمع طرب عربي ويسمع طرب كاين اللي هو الطرب الغربي ويسمع كاين اللي السوسي باغي يسمع الشلحة وكاين اللي صحراء سوسي وباغي يسمع الصحراوية راه غذاء الروح هذاك. علاش حتى المواطنين تحرموهم من ديك اللحظه من بعد الجائحه دازوا في عده كوارث نفسيه بارك عليهم دوش صبروا على 3 شهور ديال الحجر الصحي. حنا راه في 8 شهور دابا ديال الحجر الصحي المالي يعني جيبنا دابا هو اللي ولا في الحجر الصحي. هو راه رساله على ما اظن راه وصلت شرح المشروحات راه من المفضيحات. وي il ne faut pas كيما كيقولوا الفرونسي لي فرونسي il ne faut pas ما عمرك تفسر لي شي حاجه اللي ما يمكنش ليها تفسر. علاش نوقفوا من القطاع ديالنا؟ راه ما عندكم ادنى تفسير منطقي. وتحيه للقناه شفتي ومن هذا المنبر كنجدد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وحنا ديما في تحت الرعايه ديالو الفنان الاول والاب الاول ديالنا وتحيه للجميع. مرحبا. انا التساؤل اللي عندي تساؤل بسيط. هذا الفنان هذا اللي كيزاول هذه المهنه تقريبا اللي ما عندوش في الميدان الفني راه عنده او حتى النقافات او حتى طلب بالقطاع او بمسائل المجاوره له. الناس اللي ما عندوش 20 عام انا فنان من نعومه اظافر 4 سنين انا عرفت ليكوش قبل ما نعرف الفن 13 عام قائد اوركستر هادي ولا انا ولا هاد غيري هاد الفنان هذا عمرنا حتى جينا الدوله الا مرضنا ما عندنا تغطيه صحيه ما عندنا والو خدام الا طحتي لك الله كنتقاضوا النهار بنهارو عمرنا حتى جينا الدوله النهار اللي وقفنا عليها في 17 ما قدرش تهزنا. كي دايره الدوله هادي اللي ما تقدرش تهز المواطنين ديال حتى الخبز تا ولا قطع غير مهيكل. داك اللي كيبيع الخضره الكروس غير مهيكل وهذاك راه واكل شارب. انا اللي فنان ما واكل شارب زعما واش اعتبرتو نتوما بان راه حتى تشبع الكرش هذاك تقول راس غني بان راه شي حاجه خضره فوق الطعام زعما حنا في جائحه وما محتاجينش الغنى نفكروا عاف الدواء وعاف الموسيقى ما عندنا ما نديروا بها الموسيقى راه عايشين منها عائلات راه حنا كنعتبروها طرف ديال الخبز.
هادشي اللي كاين راه ماشي هوايه ولا راه هذا الفنان هذا اعتبر على انه عنده 9 الناس في الدار، انا عندي 10، هذا عنده 11، اذا هذا سميتو اعدام جماعي. ونتمنوا ان تعاودوا صياغه النظر. وواحد القضيه اخرى بغيتكم تجمعوا كلهم، علاش هاد الفواتير اللي ما خرجش بالا يخرج لينا شي واحد مسؤول يقولوا ننهي الى كافه هاد المسؤولين عن قطاع الكهرباء والماء والضوء على انه هادشي تعفى، حتى ماشي تعفى على الاقل ما يقطعوش على الناس، وان دوك الناس اللي غيدعيو الناس يخرجوهم من ديور الكرا يخرج واحد البلاغ للمحكمه كتمتنع عن تقبل يعني الدواسه اللي هما ديالنا نعربو ونشرح كما كيقولوا بالدارجه عربية. المحكمه يعني يخرج واحد البونت في التلفازه يقول بانه راه المحكمة ويدعي جارو على انه ما خلصلوش الكرة غير مقبول حتى تفوت كورونا، يخرجوا حتى تكون المرونة، حيت الحكومة خاصها تكون فيها المرونة، تكون هكا ويجتمعوا فين كاين. وشكرا لكم، قال لي هذاك الهضرة كثيرة والسكات حسن. نشوف الاخوان عبر هذه القناة اللي هي شوف تي في، وتنشكروا سيدنا هو اللي غادي يلقى لنا الحل. شكرا. هاد الاغنيه هادي هي وجدناها هي حديث لحظه، يعني ما فكرناش فيها ولا شي حاجه. هاد الاغنيه هادي يعني صيبناها غير دابا، حنا بغينا يعني كما كنعرفوا في اي انترفيو في الاول ولا الاخر كنقولوا الله يرفع علينا هاد الوباء. حنا كفنانه قلناها بطريقه ديالنا اللي هي طريقه بسيطه وعفويه، حنا اللي عجب ديالكم وانتم ان صوتنا يوصل لله سبحانه وتعالى ويتقبل الدعاء ديالنا ويرفع علينا هاد الوباء هذا. امين يا رب العالمين. ثلاثة. طلب الله عفو لله يشوف حالنا، طلب الله عفو لله طلب الله يشوف حالنا، هذا امتحان من عند الله طب قلوبنا والحق سبحانه، امتحان من عند الله يختبر قلوبنا والحق سبحانه، كل شي فوت وجد الله لا عرفنا طريقه والحق سبحانه، كل شي فوت جد الله وهي الخوف والحق سبحانه، الله علينا شوف حالنا، الله علينا كورونا امتحان من عند الله اختبر قلوبنا هو الحق سبحانه، هذا امتحان كورونا من عند الله اختبر قلوبنا هو الحق سبحانه، كل شي فوت بجهد الله هو الحق سبحانه، كل شي فوت بجد الله عرفنا طريقه هو الحق سبحانه، قولنا طلب الله سبحانه، طلب الله شوف حالتنا.